أكثر من شهر مضى على أزمة شركة سيفكو هولدينج، المهلة التي طلبتها الشركة الغارقة في أزمة مالية من أجل البحث مع مصرف كريديت بانك في إمكانية استكمال بناء مشروع سانت توماس ناباي المتوقف منذ أكثر من سنتين انتهت. عشرات المستثمرين في المشروع رفضوا أن يبقى مصيرهم ومصير شقاقهم مجهولا مع مماطلة مستمرة منذ أكثر من سنتين، فتوجهوا إلى مبنى الشركة العقارية في جل الديب وعقدوا اجتماعا مع وكيل سيفكو المحامي صخر الهاشم بحضور رئيسة مجلس إدارة الشركة غريتا غفري وممثل عن مصرف كريديت بانك، وطالبوا بتعهد خطي يضمن حقوقهم. بدنا ورقة ممضية منكم ومن البنك تضمن أنه نحن حيوصلنا حقنا، وأهم من هذا كله بدنا الكل المعنيين بهذا الملف من شركة سيفكو لأعضاء مجلس الإدارة لسيد محمد حمدون يساعدنا لننهي معاناة 90 عائلة مش عارفين شو مصير مصرياتهم وشققهم. العالم دفعت مصاري لتاخد شقة، إذا الشركة ما قدرت سلمت شقة أقل الحقوق أنه يردوا مصرياتنا. لا، الشركة ما رح تقدر ترد مصاري، نحن بدنا شقة وبدنا البنك ياخد المشروع. نحن صرنا سنتين روحوا تعوا روحوا تعوا، كله حلقات فاضي ما في شيء، وعود كاذبة، كله حكي بالهوى. نحن اليوم بقول ما بدي يكون أنا متشائم، اليوم كانت خطوة جيدة ونأمل أنه المتر صخر يكمل بهالخطوة وبعد 10 أيام نوصل لخاتمة جيدة. وكيل الشركة وعد المستثمرين بأن لا أعباء مالية إضافية ستترتب عليهم بعد استكمال المشروع. أنا فيني أكد شغلة أنه اليوم نحن فيني زف لكل العالم أنه هذا المشروع مكفى ورح يتسلم بوقته بوقت محدد، بصور في اتفاق بنا بعد مش خالص، وحي كل واحد من الشيرين حيصلوا حقه. طيب هل كان في ضمانة خطية للمستثمرين خلال الاجتماع؟ كانوا عم بيطالبوكن أنه بدنا على القليل ضمانة، لأن كان في حديث عن 10% ممكن لا ما يتنفذ المشروع. المشروع رح يتنفذ والاتفاق تم، في يبقى ما فيني أعطيهم ضمانة قبل ما أمضي أنا والبنك خلال هالجمعة رح نمضي، وبس نمضي مبلغهم الاتفاق بلاقلهم بيصيروا هني علاقتهم ديريكت مع البنك. طيب اللي هي اليوم دافع مصاري هل حيتحملوا أعباء مالية جديدة بعد هذا؟ نحن ما رح نحمل حدا من اللي شارين قبل. 10 أيام أخرى سينتظر المستثمرون العالقون بين مطرقة وعود سيفكو وسندان الثقة المفقودة، وبعد ذلك لكل حادث حديث. حليمة طبيعة، قناة الجديد.